مستمعينا اليوم في دوازتين نقترح لكم خرينغو أو لا تشورو اللي كيتباع مع البنيه عند بائع ديال السفنج واللي كيبغيوه للوليدات بزاف وفرصه اننا نصيبهم لهم في الدار. بالنسبه لتحضير خرينغو أو لا تشورو غادي نحتاجوا 25 غرام ديال الزبده مع 4 إترو ديال الماء، معلقه كبيره ديال الزيت، ربع كاس ديال الحليب، كيس واحد من الفاني، 30 غرام ديال السنيده، قبيصه ديال الملح، 250 غرام ديال دقيق الفرص. يعني هاد التشورو ضروري اننا نديروه يعني بالغرامات، واللي ما عندوش يعني باش يعبر ممكن انه مباشره عند البائع ياخذ هادو معبورين، يعني يطلب منه 25 غرام ديال الزبده وقلنا 30 غرام ديال السنيده و250 غرام ديال دقيق الفرص. اذا غادي نعاود باش نوجدو خرينغو او لا تشورو، قلنا غادي نحتاجو 25 غرام ديال الزبده، 4 إترو ديال الماء، معلقه كبيره ديال الزيت، ربع كاس ديال الحليب، كيس واحد من الفاني، 30 غرام ديال السنيده، قبيصه ديال الملحه، 250 غرام ديال دقيق الفرص. بالنسبه للطريقه كناخذوا كاسرونه كنخلطوا فيها المقادير كامله ما عدا ديك 250 غرام ديال الدقيق ديال الفرص. يعني غادي ناخذوا في كاسرونه غادي نديروا 25 غرام ديال الزبده مع 4 إترو ديال الماء مع معلقه كبيره ديال الزيت مع 4 كاس ديال الحليب مع كيس واحد من الفاني مع 30 غرام ديال السنيده مع قبيصه ديال الملحه. هادشي كله كنديروا في كاسرونه على عافيه مهيله، كنبداو نحركوا مزيان وكنخلطوا هاد المقادير كلها. ملي كتخلط مزيان وكتذوب الزبده يعني وهذيك السنيده مباشره، يعني ملي كنشوفوا الزبده والسنيده وهذاك الخليط يعني دفى وتخلطوا مزيان هاد المقادير، كنطفيو العافيه على الكاسرونه وكنضيفوا دقه واحده هذاك 250 غرام ديال الفرص. يعني مره واحده كنديروا داك 250 غرام ديال الدقيق الفرص، ما كنبقاوش ندخلوه شويه بشويه وانما مباشره كيف قلنا. مجرد ما كنخلطوا هاد المقادير كامله في الكاسرونه يعني وحنا كنحركوا دائما على عافيه مهيله، مجرد ما كتذوب لنا الزبده والسنيده وكيتخلط لنا هذاك الخليط مزيان كنطفيو عليه العافيه، وخارج النار كنضيفوا هذاك 250 غرام ديال الدقيق ديال الفورس مغربل وكنبداو نحركوا مزيان بواحد الطريقه سريعه معلقه ديال الخشب، وكنخليو يعني هذاك الخليط حتى كيبرد شويه، بعد كنوضعوه في داك الجيب الحلواني كنخرجوه اما مباشره على المقله سخونه بالزيت يعني وغادي نقليوه يعني من الجيب الحلواني كنهزو يدينا وكنبقاو يعني نزينو فوق هذاك الزيت على شكل وريدات ولا على شكل خواتم هكا تيكونوا روا الخاتم. بالنسبه للدائره ديال الخرينغو اللي غادي ندورو ديال العجينه ما نديروهاش يعني متباعده وكيبقى داك الفراغ في الوسط، كنعرفوا انه خرينغو ملي كندورو هذيك الدائره كتجي مجموعه كتجي واحد الفراغ شويه في الوسط. كيف ممكن بالنسبه للمبتدئات على انهم ياخذوا صينيه ولا لاطا يعني عاديه ويدهنوها مزيان بالزيت ويبقاو ياخذوا داك الجيب الحلواني ويبقاو يخرجوه يعني بهذاك البوق ديال الجيب الحلواني على شكل وريدات، على شكل كذلك ممكن اننا نديروه طويل على شكل صبيعات طوال، وكذلك على شكل هكا خويتمات يكونوا مسدودين شويه. وعاد مباشره كنهزوهم وكنديروهم في مقله سخونه. يمكن لكم كذلك انكم تاخذوا لاطا ديال الفران وتفرشوا فيها الورق السلفوريزي او تدهنوها مزيان ومباشرة كتحطوا فيها هاد العجين ديال الخرينغو بالتزيين اللي بغينا كيف قلنا على شكل هكا دوائر ولا على شكل وريدات ولا على بشكل طولي بحال شكل ديال بلح الشام ولا على شكل صبيعات، وكندهنوهم شويه ديال الزيت وشويه ديال الزبده رطبه وكندخلوهم الفران حتى كيطيبوا كيتحمروا. ملي كنخرجوهم سواء من الفران محمرين او لا هما مقليين سقطرهم مزيان بالزيت ومباشره وهما مازالين سخان كنرشوا بالسكر كلاسي او لا بالسكر سنيده. ونتمنى انكم تجربوا هاد الاقتراح ديال الخرينغو لانه تيعجب الوليدات الصغار وبالصحه والراحه.